مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من كل الزوايا. مصر بكره فيها ثلاث احداث مهمه، عندنا حدث سياسي وعندنا حدث رياضي وعندنا كمان حدث ترفيهي. الحدث السياسي هو انطلاق قمه دول جوار السودان، هيكون بكره في مصر. ده حدث مهم جدا لانه لاول مره من بدايه هذا الصراع المشتعل في السودان، كل من له علاقة وتأثر بالأزمة الموجودة في السودان هيكون موجود بكرة، مش بس طرفي الصراع. وبالتالي عندنا أجندة مصرية مهتمة جدا بفكرة أن يعني ننهي هذا الصراع ونوصل لحل لوقف إطلاق النار. الحدث الثاني اللي عندنا بكرة هو ديربي مصر الأهلي والزمالك، وحتى وإن كان الدوري اتحسم السنة دي للأهلي، ولكن بتفضل مباراة الأهلي والزمالك هي مباراة الأهلي والزمالك، بتفضل مباراة قمة كل الأطراف وكل المشجعين مهتمين بيها. طبعا كل اللي احنا بنتمناه أنه يكون في ضبط نفس تحديدا من الإعلام الرياضي، وتحديدا كمان من اللي بيعملوا فيديوز على مواقع التواصل الاجتماعي، عشان نبقى بس كل همنا ان احنا مستمتعين بالكوره والمباراه الحلوه اللي هتتلعب بكره الساعه 8:30 مساء في استاد القاهره الدولي. الحدث الثالث هو انطلاق مهرجان العالمين، مهرجان ترفيهي، مش هيكون بس في حفلات، مش هيكون بس في رياضه، في كل حاجه، كل ما له علاقه بالترفيه والمتعه والاجواء الصيفيه والسياحه هيكون موجود بكره في هذا المهرجان. ليه مبسوطين انه عندنا مهرجان العالمين؟ مبسوطين لانه هذه المنطقه، هذه البقعه فضلت لسنوات طويله جدا محدش قادر يقرب منها بسبب الالغام اللي مزروعه، فبنشوفها النهارده وهي بتحتفل والناس بتحتفل فيها وبتتبسط، ويعني يخرج منها اجواء احتفاليه وترفيهيه. ليه بقول لحضراتكم ده؟ لان احنا عندنا بكره جدول مزدحم، كل اللي بنتمناه انه كل الاطراف وكل القائمين على هذه الملفات وهذه المسارات بنتمنى لهم بكره التوفيق، وان احنا نخرج بالصوره اللي احنا كلنا بنتمناها، سواء سياسيا رياضيا او ترفيهيا.